لك نفس أرجيلة بتريح راسك وبتروق، وصفة لبنانية خلت الأرجيلة والتدخين يتحولوا لنمط حياة وعادة اجتماعية ممتعة عند جيل بأكمله. وهيك من غير ما نحس دخلت الأرجيلة والتدخين تراثنا وأغانينا الشعبية مثل ريتاني تنبك معسل وتحرقين بأرجيلة للفنان فارس كرم. لكن مقابل هالمتعة في ضرر كبير مش بس على صحة الإنسان، إنما بيطال أيضاً البيئة بسبب التلوث المنبعث من التدخين. وأحياناً تتفاقم الأمور وبيتسبب زرزور سيجارة بالتهام ثروتنا الحرجية، فبتنقلب المعادلة ويصبح المشهد مبكي هنا. ضيفتنا الليلي باحثة بتهتم بشكل كبير بدراسة التلوث البيئي وبتلقب حالة ببنت الأرض. قبل ما تنضم إلنا خلينا نشوف لمحة عنا بهالروبورتاج. أستاذة الكيمياء التحليلية ومديرة الأكاديمية البيئية بالجامعة الأمريكية ببيروت، بنت الأرض مثل ما بتحب تسمي حالها، حملت شغفها وحبها للأرض والبيئة وانطلقت لعالم العلوم. ومن بعد ما حصلت على بكالوريوس من الجامعة اللبنانية انتقلت للولايات المتحدة وتخصصت وحصلت على ماجستير ومن بعدها دكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا. بال2001 رجعت على لبنان على الجامعة الأمريكية ببيروت يلي فتحت لها كل الأبواب واحتضنتها وقدمت لها كل الدعم لتقوم بأبحاثها اللي تناولت الملوثات المحيطة بلبنان والشرق الأوسط. والبيانات يلي أنشأتها استخدمتها أهم وكالات البحث ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بمنشوراتها. برصيدها أكثر من 100 منشور بعالم الصحافة والمنشورات العلمية، وهي عضو مجلس تنفيذي بمجلتين علميتين، الأولى لبنانية صادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، والثانية عالمية بتغطي البحوث بالعلوم البيولوجية والطبية. اعترافاً بجهودها على مدى عقود، نالت جائزة لوريال اليونسكو للنساء في العلوم عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية. وبالعام نفسه وضعتها شبكة بي بي سي البريطانية على قائمتها كأكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من العالم. أما لبنانياً فمنحت وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، وحصلت على درع الأرز الفخري من مجلس النواب، كما حصدت جائزة المجلس الوطني اللبناني للبحث العلمي لعام 2016. ضيفتنا الباحثة الدكتورة نجاة صليبة. خلينا نرحب سوا بدكتور نجاة صليبة. أهلا وسهلا فيك، تفضلي. اهلا وسهلا فيك دكتور نجاة صليبة الليلي معنا بذا ريسيرشر. بتلاقي حالك ببنت الارض، ليه؟ شو بيعني لك هاللقب؟ هي القصه صارت انه لما اجوا سالوني من بعد ما نلت جوائز عالميه، سالوني انه انت بتلاقي حالك باحثه عالمه. طلعت هيك وفكرت انه اهم شيء انه واحد يعرف وين واقف، بيعرف منين اجا. انا مني شيء، انا بنت الارض. يعني داون تو ايرث، قصدك ببنت الارض وكمان بترمز للطبيعه. لا، وانا كمان بنت فلاح. بنت انا خلقت من الارض. حلو كثير. هالجيل اليوم يعني وخصوصا الطلاب، قد ايه بتلاقي عندهم حس المسؤوليه بالحفاظ على البيئه خاليه من التلوث؟ انا بحس انه الجيل الجديد اللي عم نعلمه هلا هو اكثر عنده شغف للحفاظ على البيئه من الجيل اللي نحن عشناه. يعني انا دائما بالصف بعتذر منهم، بقول لهم نحن جيلنا خرب الأرض وما تركنا لكم إياها بطريقة حلوة، أنتوا عليكم تنظفوا وأنتوا عليكم المسؤولية الكبيرة لترجعوا لبنان مثل ما كان بالخمسينات والسبعينات. هلأ رح نشوف تحدي بين فريقين من كلية الفنون والعلوم بالجامعة الأمريكية ببيروت بمسابقة معلومات حول التدخين والتلوث البيئي. بجيم بدي رحب بكل المشتركين ورح بلش مع إيرث لينكس. نور مرعي، نور أبي عاد، ومارك درزي. الفريق الثاني The Green Dreamers، أميرة ياسين، فاطمة الحاج موسى، وسينتيا أنتوسيان.
رح بلش مع إيرثلينكس واسألكم أول شيء، ليه سميتوه بهيدا الاسم لفريقكم؟ بما انه حلقه اليوم عن الاير بوليوشن، حبيت انا وزملائي انه نوصل رساله صغيره للمشاهدين، انه الاهتمام بهذا الموضوع ما بيطلب من الانسان انه يكون اكيمست او مختص بالانفايرمنتال هيلث، بل يتوجب عليه انه يكون ان ايرثلينج او ابن الارض، لانه البيئه هي بتحضن الانسان واي خلل فيها بينعكس بصوره سلبيه على صحته وعلى سلامته. حلو كلامك. The Green Dreamers، شو القصة؟ Green Dreamers، نحن في عنا قسمين باسم فريقنا، Green و Dreamers. Dreamers يعني أحلم، و Green بيعني الأخضر. لما بنحكي عن بيئة خضراء بنحكي عن هواء نظيف وتربة نظيفة، وبنحكي كمان عن مي نظيفة. بما أنه نحن هول ما عنا إياهم، نحن بنحلم من خلال الأبحاث العلمية اللي عم نعملها إنه نوصل لهيدي البيئة الخضراء. إن شاء الله بتحقق هالحلم ويصير عنا بيئة نظيفة ونحافظ عليها. قبل ما نبلش المسابقة بدي خبر كمان مشاهدي الـ LBCI، انتو كمان عندكم فرصة تربحوا 3 ملايين ليرة كاش من خلال الإجابة على سؤال حول التلوث البيئي على صفحة تويتر الخاصة بالـ LBCI مع استخدام هاشتاج The Researcher. تفاصيل المسابقة عم تمر بهالوقت على كل صفحات السوشيال ميديا للـ LBCI. جاهزين طلاب؟ السؤال الأول، ما هي الدولة التي لديها أعلى معدل انتشار لتدخين الأرجيلي يعني بين الشباب؟ مصر، لبنان، أم تونس؟ The Green Dreamers. لبنان. لبنان، مع أنه بمصر كمان كتير بيستخدموا الشيشة بسموها هني. ليه لبنان؟ حنختار لبنان. أكيد؟ مفروض إن شاء الله. صح، برافو. سؤال جديد، الأرجيلي أكثر انتشاراً من السجائر بين النساء أم بين الرجال؟ النساء، الرجال، أو اثنين مثل بعض؟ النساء. كمان The Green Dreamers. النساء. مع أنه الرجال هن بيهتموا أكثر بالتدخين، معروف. بيتجهوا أكثر نحو السجرتس العادية أكثر من النساء. أكثر من النساء بالسجائر العادية، يعني بالتدخين العادي. مفروض. صح جوابك، برافو. إيرثلينكس بدنا نشد حالنا شوي، اوكي؟ طيب، السؤال الثالث، على أي معدل درجة حرارة مئوية بيحترق التبغ بالسيجارة؟ 900، 300 أو 100؟ كمان جرين دريمرز. 900. هل قد بده التبغ بالسيجارة درجة حرارة تيحترق؟ مظبوط. سؤال جديد بيقول، قد ايه مقدار النيكوتين بالسيجاره الالكترونيه؟ صفر، 36 ملي جرام بير ملي لتر، او 70 ملي جرام بير ملي لتر؟ 36. بما انكم هيدا اول جواب صح، ما راح احرق لكم اعصابكم، برافو. كمان سؤال، اي من هذه الاجراءات يعد مصدراً للتلوث داخل المنزل؟ استخدام المنظفات، فتح النوافذ، أو غسيل ثياب؟ The Green Dreamers. استخدام المنظفات. طب كمان فتح النوافذ مش ممكن يفوت تلوث إذا كان الجو كله ملوث أو الهواء؟ مش بشكل مباشر قد استخدام المنظفات بالبيت. يعني أنتوا اليوم طاحشين. صح، برافو. سؤال جديد، أي مما يلي يعتبر مصدراً رئيسياً لتلوث الهواء في لبنان؟ مولدات الديزل، دراجات الهوائية، أم المصاعد الكهربائية؟ مولدات الديزل. طب المصاعد الكهربائية كمان ما بتأثر على البيئة؟ أكيد بتأثر على البيئة، بس نحن عنا بلبنان أوبشن 1 هي نحن أكثر مولدات الديزل. صح، برافو. إيرثلينكس صار عندكم 200 نقطة، و The Green Dreamers عندكم 400. كمان بناخذ سؤال، شو بتعملوا إذا كنتوا بتعيشوا قرب محطة وقود؟ نفتح النوافذ المطلة على محطة الوقود بأي وقت؟ نفتح النافذة فقط عندما لا تعمل محطة الوقود؟ أو منترك النافذة المطلة على محطة الوقود مغلقة دائما؟ أترك النافذة المطلة على محطة الوقود مغلقة دائما.
طيب كيف بنتنفس بهالحاله؟ بركي واحد عنده هو غرفه مسكر يعني ما في غير هذا الشباك. بروح على غرفه ثانيه. بروح على غرفه ثانيه. خلص هذا جواب. بدي اعتذر منكم المره جوابكم خطا، وبينتقل السؤال لايرثلينجز وراح تكون قيمته 50 نقطه في حال جاوبته صح. راح نحذف الاجابه الخطا. افتح النافذه فقط عندما لا تعمل محطه البرود رقم 2 يعني. يعني بنفتح الشباك وقت ما تكون المحطة مسكرة. نعم. صح. وخمسين نقطة Earthlings و400 The Green Dreamers. بنشوف سؤال جديد. التلوث في الشتاء أقل من التلوث في الصيف. صح، خطأ أو مش بالضرورة. The Green Dreamers. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. جواب حاسم. أوكي. الأوكي عندك أوكي. يعني مش كتير صح كمان. خمسمائة نقطة لدي جرين دريمرز مقابل 250 لأيرثلينجز. السؤال الأخير يلي بنعطي عليه احتمالات. هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق تلوث الهواء؟ نعم، كلا، ممكن. أيرثلينجز. نعم. أكيد. نعم. جوابك حاسم كمان. برافو صح. فإذا 350 نقطة لأيرثلينجز مقابل 500 نقطة لذا جرين دريمرز. وهلأ عنا السؤال الأخير يلي هو عبارة عن اقتراح مشروع أو مبادرة تخدم المجتمع، وهيدا السؤال عليه 225 نقطة. أكيد هيدا السؤال رح نقيمه على ثلاث معايير، قدي الفكرة مهمة، قدي مفيدة للمجتمع، وقديه كمان قابل للتطبيق، وراح يصوت عليه الجمهور والباحثه دكتور نجاة صليبة. راح بلش مع Earthlings. تفضلوا. من بعض الدراسات شفنا ارتفاع كبير بالنسبه للامراض الرئويه عند الناس، وهذا الارتفاع سببه الاساسي هو التلوث الهواء، وهذا التلوث ناتج من احد اسبابه هو الدخان اللي بيطلع من السيارات. فقلنا نحن وشفنا كمان شفنا انه ثلاث ارباع التلاميذ بينزلوا على الجامعات بسياراتهم بمفردهم، مما هذا الشيء اول شيء بيسبب اول شيء تلوث الهواء وزياده ازدحام السير. فنحن قلنا طلعنا ببروجكت حلو وسهل، وهو انه الكار بولينج اللي بيفوتوا هن على الويب سايت، اوكي، بحط هو موقعه وين واي جامعه وتوقيته، والويب سايت هو منه لحاله رح يعمل فلترينج ويشوف هو مع اي شخص في ينزل معه حوالي اللي عايش حده. هذا الشيء بكون احنا اول شيء وفرنا عجقه على الطريق، وثانيا قدرنا نساهم بتخفيف نسبه التلوث بالهواء، وهذا هو البروجكت تبعنا. انتم صممتوا الويب سايت؟ نحن عم نجرب نصممه، وهو الويب سايت بس على الشخص او على الطالب يحط وين موقعه، وين عايش، وتوقيته، اي ساعه بيطلع او بيرجع من الجامعه، تنقدر نحن على القليل نساهم بتخفيف العدد السيارات، وبذات الوقت في ازمه بنزين. صحيح. في تكلفة معينة للمشروع؟ طبعاً، هي تكلفته سهلة وجداً، هي بس هي قصة الويب سايت، ونحن كيف بنقدر نعمل ويب سايت ونشتري دومين وهول، وعليها الباقيين بس يستعملوا الويب سايت، بيكون تكلفته تقريباً حوالي 1000 ل 2000 دولار ماكسيموم. هلا رح اسمع من The Green Dreamers. فوبيا الحطب كانت وما زالت من أهم وسائل التدفئة بلبنان. خاصة هلا مع الأزمة الاقتصادية يلي عم بمر فيها البلد، كثير من الناس خاصة بالمناطق الجبلية العالية عم يتجهوا نحو هيدي الوسيلة باعتبارها أقل كلفة من الغاز والمازوت. بس هيدي الوسيلة برافقها انبعاث غاز الأول أكسيد الكربون أو الكربون مونوكسيد غاز، يلي هو غاز كثير فتاك لأنه نحن ما بنقدر نشمه، وإذا فات بجسمنا بحل محل الأكسجين بالدم وبيؤدي لانخفاض نسبة الأكسجين بالدماغ، ممكن كمان يؤدي للموت. كرمال هيك كثير ضروري انه نراقب نسبه هالغاز بالبيت من خلال جهاز اسمه سي او سنسر. السي او سنسر هو جهاز بيقيس كميه غاز السي او، اذا كانت هالكميه اعلى من الكميه اللي لازم تكون موجوده فيها بالبيت بيعطينا انذار، وبحال حاله كثير ضروري انه نفتح الشبابيك ونظهر برات الاوضه كرمال تنتفادى من مشكله التسمم او الاختناق من وراء هذا الغاز. ونحن كفريق نقترح انه هودي السنسرز اللي اوريدي كثير بيستعملوهم برا يكونوا متوفرين عنا بلبنان كمان، كرمال تا كل الناس يقدروا يحصلوا على هالجهاز.
فإذا المبادرة تبعيتكم هي مبادرة توعوية. صح. أوكي، كمان حلوة. هلا رح يبلش التصويت حسب المعايير اللي ذكرتها قبل، كل معيار هو من 1 لـ10، 1 يعني أقل شيء و10 هو السكور الأعلى بيكون. رح نبلش مع فريق إيرثلينكس، رح أطلب من الجمهور ومن دكتور نجاة صليبة يبلشوا التصويت. هيدي المبادرة اللي عم تحكوا عنها، شي مرة تواصلتوا مع حدا يدعمها، يعني مع جمعية أو مع حدا بالدولة؟ طرحتوا مشروعكم على حدا قبل؟ أنا برأيي المشروع اللي احنا اقترحناه ما بيستدعي حتى إنه انترفيرنس أو فاندينج من كتير مراكز معينة، نحن فينا بينا كناس بالجامعة طلاب عادي من خلال الابلكيشن، من خلال الويب سايت، حتى من خلال الواتساب، من خلال جروبات، إنه نقول نبعث مثل جوجل فورم، واللي هذا الشيء اللي بخلي إنه سهولة العملية والبروسيس تبع الكاربولينج. إن شاء الله بيتحقق هذا المشروع ويصير عندنا بيئة أنظف وأنظف. بعتقد هلا كلنا على أعصابنا عم ننطر النتائج، لأن النتيجة رح بتكون فعلا حاسمة في حال ربح السؤال إيرثلينكس. كمان The Green Dreamers في شيء كمان مشروع تاني حابين تشتغلوا عليه؟ هلا نحن بالنسبة لمشروعنا كان بالأساس مثل لفت نظر للوزارة الصحة والمعنيين بالصحة إنهم ينتبهوا إنه هول سنسرز أوريدي موجودين. أوكي، بس عمليا كيف أنتوا رح تحققوا هيدي المبادرة؟ يعني رح تتصلوا مثلا بوزارة الصحة، رح تعملوا حملات توعية أو على السوشيال ميديا؟ يعني في كذا طريقة لنوصل فكرتنا. Exactly. أنتوا شو يعني الطرق اللي حاطينها براسكم تسلكوها من أجل إيصال الفكرة؟ أهم شيء إنه نكون قادرين نتواصل مع وزارة الصحة، وهذا الشيء اللي حنشتغل عليه، لأنه وزارة الصحة هي أول حدا بيقدر يأمن هول سنسرز يكونوا متوفرين عنا تيصيروا أفيلبل لكل العالم اللي عن جد عم يكونوا عم يستعملوا صوبة الحطب أو حتى الأرجيلة بقلب البيت بالأماكن المسكرة، لأنه كمان من الأرجيلة بيطلع عنا الكربون مونوكسيد مثل ما حكيت، شو عنده آثار كتير سلبية على جسمنا وممكن يؤدي للموت. عندكم فكرة قد ايه بكلف هذا السنسور او قد ايه حقه؟ كلفته كثير بسيطة، بحال توفر يعني بين 50,000 60,000، مجرد شيء بسيط. بيتغير سنوياً او كل شهر او كيف بالضبط يعني بيشتغل؟ يعني مثل فلتر مثلاً لازم نغيره كل وقت او بيضاين مدة طويلة؟ هو سنسور مثل بيطلع صوت بحال انه انا في عندي كمية اكثر من اللازم تكون موجودة، يعني مثل الارم، جهاز انذار اذا بدك تسميه. اوكي، تصويت انتهى لإيرثلينكس، وهلأ تصويت لـ The Green Dreamers. التصويت انتهى والنتائج جاهزة، رح نشوف مين رح يربح هالسؤال، إيرثلينكس أو The Green Dreamers. رح نشوف على الشاشة هلأ السكورات اللي رح تحسم الربح بهيدي المباراة. فإذاً النتيجة انحسمت لصالح The Green Dreamers، ألف مبروك. رح تربحوا هلا 15 مليون ليرة لبنانية بتتقاسموها بالتساوي. كمان فريق إيرثلينكس المبادرة اللي حكيتوا عنها كتير مهمة وبتستحق الدعم، ما رح نطلعكم زعلانين. فريقكم رح يربح 3 ملايين ليرة لبنانية بتتقاسموها كمان بين بعض بالتساوي. رح أطلب من دكتور نجاة صليبة تتفضل تسلم الجوائز للفريقين. دكتور صليبة، شفتك صوتتي تقريبا يعني كانت السكورات متعادلة، تصويتك كان لإيرثلينكس كانت 9 مقابل 8.33، يمكن أكثر شوي لإيرثلينكس صوتتي لهم، اخترتي مشروعهم بس للأسف هن ما ربحوا اليوم بالمسابقة، ليه اخترتيهم؟ لأنه الفكرة فيها إبداع، يعني فيها كرياتيفيتي أكثر، وبتخلي في تواصل بين التلاميذ وفي عمل مشترك انه يخففوا من حده التلوث، وفيها تتطبق بطريقه كثير سهله. وانا بدي اقول شغله هون كثير مهمه، انه مارك كان تلميذي وكنت انا عم بتحداهم
انه انتم ما بتنشروا مقالاتكم العلميه او ما بتكتبوا بطريقه علميه وبتحكوا بطريقه علميه بين بعضكم. مارك قبل التحدي وعمل ويب سايت له وتواصل مع كل رفقاته وهو وياهم صاروا ينشروا معلومات ومقالات علميه على الويب سايت اللي عمله مارك لحاله، وعارفه انه اذا قال بده يعمل كاربولينج ويب سايت قادر انه يعمله. الويب سايت اللي عمله مارك وكريستال اسمه كذا مايند، ودائما دائما بينشر مقالات علميه. بده زافه كبيره مارك. طبعا نحن دائما بنعتبر ما في فريق خسران، نحن مش قصه ربح او خساره، المبادرات مهمه بالمجتمع لانه بحاجه اكثر من مشروع نحن نشتغل عليه لحتى نامن يعني هذا الشيء اللي بنسميه التخفيف من التلوث البيئي. فاذا قبل ما نتوقف مع محطه اعلانيه بدي اذكر مشاهدينا يجاوبوا على السؤال المطروح على تويتر واللي بيعطيكم فرصه ربح جائزه ماليه، ودائما ما تنسوا تحطوا هاشتاج ذا ريسيرشر. كمان فيكم تشاهدوا على كل صفحات السوشيال ميديا للال بي سي اي كواليس تصوير الحلقات مع الضيوف والطلاب وتعرفوا مين الرابح اللي جاوب على السؤال. بريك ومنرجع. نجاة عون صليبة، والدك كان من أكثر الشخصيات المؤثرة بمسيرتك، وأكيد حياتك ما خليت من أحداث طبعت بذاكرتك، واليوم تحولتي لامرأة ملهمة لكثير من النساء. شو قصتك؟ نحضر سوا. النجاح يلي وصلت له الدكتورة نجاة منه صدفة، الثمن كان كتير كبير ودفعته بعمر 13 سنة. اليوم كتير بيعني لي إنه نحن عم نصور بالضمور، هيدي حقبة من حياتي أنا ما كنت حابة أحكي عنها لأنه فيها ألم، فيها وجع، فيها ظلم لحقوق الإنسان، إنه طفل صغير يقبعوه من بيته ويشوف القتل والخراب قدام عيونه منا شغلة هينة. قصة امرأة شجاعة آمنت بقوتها وقدرتها على تحدي المستحيل وتحقيق النجاح، ربيت بجو الزراعة، انتمت للطبيعة واستحقت لقب بنت الأرض. هيدا الشيء أنا ما نقيته، هيدا خلقت أنا ببيت مزارع بيعشق الأرض وبيعشق الزريعة وشجرة الموز بالأخص. ربينا حدا وعلمتنا كتير حكمة، هي شجرة الموز بحد ذاتها، وأكيد كان في زراعة ليمون وأفوكادو. لما بتربى أنت والشجر وأنت والطبيعة وبتشوف الفصول عم تتغير وكل فصل أجمل من التاني لحتى تتراكم كل الخيرات تبع هالفصول لفصل الصيف ويعطيك أحلى ثمرات وأحلى فواكه من عنب لتين لمانجو لكل شيء، بتصير تقدر الدنيا أكتر، بتصير تعرف إنه كل خيرات الدنيا نابعة من هالأرض. سألوني إنه أنت شو بتلاقي حالك، باحثة، عالمة، أستاذة؟ قلت لهم أنا ماشي، أنا بنت الأرض. تحملت المسؤولية ولهفت للمعرفة. البيئة كانت همها بالأول وبالآخر، وقررت تخوض كرمالة أشرس الحروب للوصول للهدف شو ما كلف الأمر. أعمالها الابتكارية ساهمت بالتغلب على أكبر التحديات البيئية والمساعدة بتطوير السياسات والممارسات المتعلقة بالصحة العامة. وضعت بمتناولنا سترة نجاة للقضاء على أعاصير من السموم والتلوث البيئي يلي عم بيغطي العالم كله يوم بعد يوم. أنا بحب هالبلد، رح دل ناضل لحتى نعمره يطلع حلو. سمعت بهذه القصة أنك حاربت كتير لتحققي هدف يلي هو كلنا بدنا إياه وهو تخفيف التلوث، وصلتي لهدفك اليوم؟ بلبنان لا، بس بالعالم إيه. شو يلي وقف بطريقك بلبنان؟ الفساد. فساد، عندك آلية معينة لتحارب الفساد؟ نحن بنعرف أنك كمان مرشحة للانتخابات. نحن شغلتنا كأساتذة جامعة
إنه نعمل أبحاث ونحط البراهين لحتى الناس اللي بالسياسة ياخدوها بعين الاعتبار ويطوروا سياساتهم كرمالها. للأسف نحن ننشر بهالمعلومات والبلد عم يرجع لورا. العالم كله سمع بس البلد هون السياسيين ما سمعوا. إن شاء الله صوتك بيوصل بمركز بتقدري توصلي له بمركز قرار وتقدري تاخدينا كلنا على بر الأمان البيئي. نحن بنعرف إنه في كتير قصص بتسبب تلوث البيئة مثل يعني الدخان المنبعث من الحرايق، مولدات السيارات وغيرها. طب التدخين سواء كان بالطبيعة بالهواء أو بغرف مغلقة كمان بيشكل خطر على البيئة. البيئة وقتا نكون عم نحكي عن البيئة برا بالهواء الطلق شيء، وقتا نكون عم نحكي شو عم ياخد الإنسان لجسمه شيء تاني. وقتا نحكي عن التدخين منشدد أكتر على شو عم ياخد الإنسان لجسمه، يعني لما بيدخن شو هن السموم اللي عم بتفوت على جسمه. وقتا نحكي عن التلوث البيئي عم نحكي عن الانبعاثات اللي بتطلع بالجو، حتى كل واحد هو ماشي أو قاعد بسيارته بصير يتنشأها. شوي بيختلفوا عن بعضهم مع إنه اثنيناتهم بيسببوا دخان واثنيناتهم بيسببوا دخان في سموم. اللي عم بيدخن عم بياخد معظم الدخان لجوا على جسمه، بس كمان في شيء اسمه second hand smoking، يعني الناس اللي قاعدة حدك كمان عم تتضايق من الدخان اللي انت عم بتزته لبرا، وهيدا الدخان بيسبب كمان سموم للناس اللي هي منا طالعة بالا تدخن. هذا تأثير على الصحة، يعني هي على صحة الإنسان وعلى صحة البيئة في كمان له فعلا ضرر، لأنه نحن كمان نحكي عن بيئة بقلب المنزل وفي بيئة برات المنزل. إذا عم نحكي ببيئة جوا يعني بأماكن مغلقة، التدخين بسبب مشاكل للناس اللي عايشة جوا، يعني بيعمل تلوث منزلي داخل المنزل منزلي. أجريت دراسة مع عدد من الباحثين، هي دراسة مخبرية حول السيجارة الإلكترونية والأرجيلة، نفذتوها بالجامعة الأمريكية. شو تفاصيل هذه الدراسة؟ أول شيء كتير مهم أقول إنه هذه الدراسة مش أنا لحالي، نحن عدد كبير من الأساتذة بالجامعة الأمريكية من كلية الصحة البيئية ومن كلية الهندسة، اشتغلنا كلنا سوا أول شيء لنعرف إذا في سموم تطلع من الأرجيلة، لأنه الاعتقاد هو إنه كل هالسموم اللي بناخدها بتفلتر بالماء، وهذا الشيء مش مزبوط. برهنت الأبحاث اللي عملناها إنه كل نفس أرجيلة بيوازي علبتين دخان من السموم المسرطنة. للأسف في مفهوم خطأ يعني بالمجتمع، بيفكروا حالهم إذا رحنا أو اتجهنا صوب الأرجيلة يعني بنكون ما عم ندخن، يعني بيقلك أنا بأرجل ما بدخن، بس عم بتقولي حسب الدراسة النتيجة قالت أنه تعادل تدخين. إيه هلأ بالنسبة للنيكوتين كأنه عم بدخن أربع سويقير بنفس الوقت، كأنه عم بدخن أربع سويقير، بس بالنسبة للسموم المسرطنة كأنه عم ياخد علبتين، كأنه علبتين دخان، علبتين دخان. من شان هيك هو كمان في اعتقاد غلط إنه أول إنسان اخترع الأرجيلة هو إنسان تركي، وهيدا شيء مش مزبوط، هو إنسان هندي اخترعها لأنه فكر إنه اخترع شيء بفلتر كل السموم الدخان بقلب الماء. وأصلاً يعني تدخين الأرجيلة منه جديد، يعني نحن عملنا هيك مثل بحث صغير بيّن إنه حتى بالصين من 2000 سنة كان موجود، كانوا يستعملوها. انتشرت كتير عنا بالآونة الأخيرة، وخصوصاً لما صاروا يغيروا بين التنبك العادي العجمي وصاروا يعملوه معسل، وهونيك صارت أكتر ملفتة النظر للشباب وصاروا يتفننوا فيها أكتر ويحطوا لها روس أناناس وروس تفاح وروس ما بعرف، يزينوها. هو بيّن أنه كل ما تزيد لها سكر أو هيدي الأشياء اللي بتعمل روايح بتزيد الضرر أكتر، كل ما يزيد الضرر أكتر. أوكي. ونحن منشوراتنا العلمية أخذوا فيها بعين الاعتبار بمنظمة الصحة العالمية، منظمة السرطان الأمريكية، في كتير دول حتى أخذت المنشورات بعين الاعتبار وغيرت سياساتها على هيدا الأساس ومنعوا تدخين الأرجيلة بالمناطق العامة والمغلقة أخصى. إلا بلبنان؟ لا، نحن عنا هون في جروب من الزملاء يعني بكلية الصحة البيئية اشتغلوا كتير لحتى يقروا
قانون 174 اللي هو بيمنع التدخين الأرجيلة أو السيجارة بالأماكن المغلقة، وتنفذ على شهرين. يعني صار في عنا قانون تنفذ لفترة كتير قصيرة وبعدين صار بالأدراج. نعم. طيب هيدا كان بالنسبة للأرجيلة. بالنسبة للسيجارة الإلكترونية شو ضررها كمان على الصحة، على صحة الإنسان وعلى البيئة؟ السيجارة الإلكترونية أول ما خلقت كمان كان الهدف منها إنه نخلق مثل شيء طريقة إنه نخفف ضرر السيجارة وناخد النيكوتين اللي عايزينه، لأنه المدمن على السيجارة بيكون عنده مثل شغف إنه ياخد نيكوتين، منشان هيك اللي بدهم يبطلوا بيروحوا بيحطوا مثل لزقة باتشز. هن فكروا إنه السيجارة الإلكترونية وقت اخترعوها إنه هي رح تحل مطرح حول الباتشز ورح تساعد الناس إنه يخففوا التدخين. بين إنه لا، ما عم بيصير هيك، لأنه عم بيزيدوا لها كمان من الطعمات لحتى كمان صارت تجلب أكثر الناس الصغار بالسن، وصار الناس يتعودوا على التدخين أكثر. يعني كنا عم بنحاول نحل مشكلة وقعنا بمشكلة تانية. ايه وقعنا بمشكلة تانية. هلأ للحقيقة إنه لحد هلأ العلم ما برهن إنه في سموم قد السيجارة. يعني إذا بس بناخد بالسيجارة في 7000 مادة كيماوية، بيناتهم في 250 مادة سرطانية. 250 مادة سرطانية بالسيجارة الوحدة؟ ايه بالسيجارة الوحدة أكيد. بينما بالسيجارة الإلكترونية لحد هلأ العلم ما برهن إنه هالقد في مواد كيماوية مسمة، بس في، ما عم بقول إنه ما في، بس ما بس إذا بدنا نقارن بينه وبين السيجارة ببين إنه هي أقل ضرر من السيجارة. أقل ضرر. هون كمان بدنا ننتبه لشغلة، لأن بالثقافة اللبنانية أو يمكن الوضع الاقتصادي اللي نحن هلأ وصلنا له، في كتير من المطاعم بيرتكزوا بشكل كبير على الناس اللي بتجي بتأرجل عندهم. يعني في حال منعته هيدول الناس يروح على أماكن مغلقة يدخنوا، يلي هي المطاعم وغيرها، كمان رح يخسروا. في بعدد من البلدان في شيء اسمه هوكا لاونج، يعني مقاهي للأرجيلة بيكون فيها العمر محدد والعدد من الناس اللي قاعدين يدخنوا محدد. يعني في إلى طريقة إنه تخلي هالمقاهي للشباب أو للناس اللي هن حابين يدخنوا بدون ما يكون في وجود للمسنين أو للأطفال بنفس نعم. المطرح. يعني أنا اللي عم جرب أقوله إنه بشوية علم وشوية إرادة فينا نوصل إنه نكون ما عم نأذي المطاعم، لأن نحن عارفين إنه المطاعم عم يمرقوا بظروف صعبة هلأ، بدون ما نأذي أصحاب العمل، بس كمان ما بدنا نأذي صحة الناس اللي موجودة. وبدي نوه على شغلي هون إنه إذا عم نحكي اقتصادياً، الناس اللي بعدين عم تمرض من الدخان عم بتكلف الدولة أضعاف وأضعاف هالمصاري اللي عم بيطلعوها من قصة الدخان الأرجيلي أو هيدا، لأنه عم بحطوها على صحتهم. يعني دايماً بالمعادلة لازم نزيد الكلفة الطبية على الأعباء اللي منزيد عليها، وأنت أخبر مني بهذا الموضوع لما بتعملوا data analysis. مظبوط صحيح. طيب بدراستكم حددتوا الفئات العمرية، يعني مين أكثر فئة كانت بتتعاطى التدخين أو الأرجيلة أو يمكن حتى السيجارة الإلكترونية؟ ليك قبل ما بلشنا الدراسات كنا نسأل أمات نقول لهم بتسمحوا لأولادكم يدخنوا؟ يقولوا لا، بس نحن منخليهم يروحوا على القهوة يشربوا أرجيلة، لأنه ما كان في وعي قدي هالأرجيلة مسمة للأولاد. بفتكر من بعد الدراسات ومن بعد المحاضرات اللي عملناها صار في وعي أكتر إنه لا، ما بدي أسمح لبنتي أو ابني اللي عمره 13 ل15 أو ل17 سنة إنه ينزل يتسلى هو أصحابه هو عم يشرب دخان. وأنا كامرأة أو كرجل عم بشرب دخان قدام ولد هو ذاته، هالولد اللي قاعد حدي عم بدخن على القليل سيجارتين هو وقاعد حدي. كيف تم تمويل الدراسة؟ هذا سؤال كتير مهم. نحن جينا تمويل من منظمة الأبحاث بالولايات المتحدة. ليش؟ لأنه لقيوا أنه في شباب كتير عندهم بالجامعات عم بيتعلقوا بالأرجيلة، خافوا أنه بعدين الفاتورة الصحية تطلع، منشان هيك قالوا نحن مستعدين نمول أبحاث بهذا الموضوع حتى نشوف إذا مضرة فعلاً
نمنعها لأنه ما بدنا الفاتورة الصحية تطلع عنا كتير عالية، ومنشان هيك بلشنا نحن وياهن وكسبنا ثقتهم القوية، وهذا الشيء عم بحكيك بلش من 15 سنة، وصلنا نحن وياهن عم نشتغل من 15 سنة لهلأ. بلشنا أكيد مع الدكتور ألين شحادي ومع دكتور توماس أيزنبرغ من فيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي، صار بلشنا من 15 سنة وكملنا، وهلأ انتقلنا ندرس نحن وياهن ونعطيهم الإرشادات اللازمة للسيجارة الإلكترونية. ودائما بحاجة أكيد لدعم مادي أو لتمويل، يعني ما كلها بدأ أبحاث اليوم عبر داري سيرتشر، ممكن توجهي رسالة لحدا يهتم بهذا الموضوع، يدعم هذا الموضوع، يموله، يعني يمول هيك أبحاث. أنا بدي إذا في ناس عم تسمع يدعمونا بالأكاديمية البيئية، واللي هي أبحاث أخذناها من المختبر على التطبيق المحلي، لأنه في عنا كتير إشياء لازمتنا بلبنان وحابين إنه نصلحها، ونحن بلشنا من سنة 2019 ومعتمدين على اللبنانيين وعلى الدعم اللبناني، ما بدنا أي دعم خارجي يصلح لنا المشاكل البيئية اللي نحن بلبنان عم نعيشها. نحن عنا القدرة الفكرية وعنا القدرة المخبرية لحتى نقدر نصلح هيدي المشاكل البيئية، بس بيلزمنا الدعم المادي لحتى نقدر نكمل المشوار. نتمنى أكيد نحن تلاقوا الدعم اللازم لتكملوا بهيدي الأبحاث وتحافظوا على البيئة وعلى صحة الإنسان. الصحة البيئية هي مش بس اهتمام أو محط اهتمام الباحثين، كمان هي محط أنظار كتير من الفنانين والناشطين البيئيين. ممثل ومقدم برامج دافع بشراسة ضد الجرائم البيئية المرتكبة بلبنان وداعم لقانون منع التدخين بالأماكن العامة، مؤخراً صار يقضي معظم وقته بمزرعته الحلوة ويدعي الناس على السوشيال ميديا يجربوا الحياة بالطبيعة. من داري سيرتشر رح نسمع تجربة الممثل وسام حنا. أنا شخص كتير بتهمني موضوع البيئة، كتير شخص بحب أرجع للطبيعة من وقت للتاني، وهذا الشيء أنا عشته من خلال تجربتي مع بداية الكورونا، وفهمت أنه هذه يمكن إنذار أنه العودة الحقيقية للبيئة. فأنا بدل ما انحشرت بالبيت فضلت أنه حقق حلم كان عندي إياه من زمان، وهو أنه جيب معزة وأعمل مزرعة بمنطقة الكورة ورجع علاقتي يلي انا ومن انا وصغير كان عندي هيدا الحلم. يوم انا صوتي ودعوتي لكم من خلال هذا البرنامج المهم يلي عم تقدموه، انه اذا العوده للبيئه بس كيف لازم نحافظ عليها، وهذا هو الاهم، يعني الوعي انه انا صحيح انه لازم ارجع استفيد، لازم ازرع حد بيتي، لازم تفاصيل صغيره عيشها، ولكن بنفس الوقت كيف حافظ عليها. يعني اليوم انا وعم عمر بيتي مثلا حاول انه ما اشيل الشجر، انا وعم حاول اعمل مزرعه لازم المعزه من عندي انا ياكلوا من الشجر، بس ما لازم اقطع الشجر بالطريقه اللي انا عشتها وشفتها بالمنطقه يلي فوق. انا اليوم دعوتي وصرختي بالاضافه لهالمشاريع يلي عم نعملها وبالاضافه لهالامور، هل عم نوعي المزارع بلبنان ولا عم نوعي الراعي بلبنان؟ مثلا انا راح اعطيكم خبرتي الصغيره مع غلا الذره والشعير والقمح. اليوم في طريقه عن طريق الانترنت تعلمتها، هي زراعه الازولا، برك الازولا هي عباره عن زرع برك بلاستيكيه 50 سنتيمتر من المي، بنكب فيها بذر الازولا، بعد 3 ايام الازولا لما تشيلوه بترجع تتكاثر من لحالها، وهو عباره عن فطريات وبكتيري بتغذي بطريقه عاليه من البروتينيات المواشي. يعني انا اليوم بثلاث برك فيني اعتبرها 6 امتار ب6 امتار عم بقدر عيش مزرعه طويله عريضه. فانا كشاب لبناني مبسوط انه عم بقدر بالامكانيات الصغيره اللي عندي اياها عم بقدر حافظ على جزء كثير صغير من بيئه وطني، لانه لبنان اذا بيقولوا عنه هو لبنان الاخضر، وعم نحاول نحن كشباب نسلم هذا الارث اللي استلمناه من اجدادنا نسلمه لاولادنا بالمستقبل. دكتور عون صليبة، قد ايه بتلاقي الفنانين ممكن يقدروا يساهموا كمان بالحفاظ على البيئه من خلال الاكسبوجر اللي عندهم؟ يعني هن امباسادرز، هن سفراء، سفراءنا لكل شيء بدنا نحن نوصله. انا بدي اشكره على الكلمه الحلوه اللي عملها،
وأنا بتمنى أنه ألتقي فيه ونشتغل سوا لحتى نكمل المشوار ونحافظ على بيئة لبنان، لأنه كتير بهمني. صحيح أنه سموني بنت الأرض، بس أنا الأرض بتعني لي، ولما أشوفها مشوهة ولما أشوفها ملانة زبالة بيجرحوني، كأنه حدا عم بيجوي لي بيتي، وأرضي هي بيتي، والإنسان اللي ما بيعرف يحافظ على بيئته ما بيعرف يحافظ على وطنه. 100% هذه بدها زقفة. الممثل وسام حنا، فإذا أنت تلقيت اليوم دعوة على الهواء من دكتور نجاة عون صليبة لتتعاونوا سوا بعدة مواضيع خاصة بالبيئة، ونحن بنشكرك شكر كبير من The Researcher على هيدي الرسالة اللي وجهتها. طبعا رح نكمل حوارنا بعدة مواضيع حول البيئة والصحة، ولكن قبل رح نتوقف للحظات مع بريك. The Researcher مكمل مع دكتور نجاة عون صليبة، وعودة لموضوع التلوث. مولدات الكهرباء اللي هي من شأنها أنه تعطينا كهرباء يعني حتى نسيسر أمورنا بهالبلد، بس كمان عم بتشكل تلوث كبير. كيف فينا نحارب هذا التلوث؟ فيني بلش بشغلة كتير مهمة، أنه ما في بلد بالعالم عنده موتورات كهرباء بين البيوت قد ما لبنان عنده موتورات كهرباء. ما في بلد بالعالم بيرتكز على موتورات الكهرباء ليتغذى أو ليعطي كهرباء للعالم. هيدي بعد ما صارت بس بلبنان، نحن الحالة الوحيدة بالعالم، الحالة السامة الوحيدة بالعالم. بيحكوا عن تلوث بكل العالم، بس بيحكوا عن ناس بدها تمشي بسياراتها مش مشكل، بس ناس مجبورة تحط موتورات كهرباء بين بيوتها وعلى شباك أوضة النوم وعلى شباك الصالون لحتى تقدر تاخذ كهرباء، هيدي ما حدا بعد سمعها بالتاريخ. طيب شو الخطة البديلة؟ يعني إذا نحن هيك وضعنا يمكن غصبا عنا، كيف فينا إنه نحل هيدي المشكلة؟ بتعرف شو يعني غصبا عنا؟ يعني عم بحطوا لك سم بوجهك وعم بيقولوا لك يا بتاخذ هالسم يا بتقعد بلا كهرباء. طيب شو الحل؟ هالقد في إذلال للإنسان اللبناني. شو الحل؟ يعني نحن بدون كهرباء ما فينا نعيش، وكمان تنتسمم رح نختنق ونموت بالنهاية. ما لازم نقبل إنه ما يكون في كهرباء، يعني المينيموم، أقل شيء ممكن تعمله الدولة، وحيلا دولة بالعالم إن كانت غنية أو فقيرة أو حيلا شيء، مأمنة كهرباء لناسها. اليوم بتتجه الدول لاستخدام السيارات الكهربائية اللي هي صديقة للبيئة. أكيد بلبنان نحن بسبب الوضع اللي عايشينه بسبب وضع الكهرباء ما عندنا هيدا الخيار. شو تأثير محركات السيارة بشكل عام ومولدات الكهرباء بشكل خاص على حياة الإنسان؟ رح نشوف بالتقرير مع دكتور كمال بدر. البحث اللي عملناه له علاقة بالتلوث الجوي بلبنان بالناتج عن المصانع والسيارات، وخصوصا عن المولدات الكهربائية، واللي فرجيناه انه التلوث له علاقة بأمراض الشرايين وبالتحديد بانسداد شرايين القلب. لنشرح للناس تمام شو الطريقه اللي بيوصل العلاقه بين الغازات اللي عم تطلع وبين امراض انسداد القلب والشرايين والاوعيه الدمويه. خلينا نعطي فكره صغيره كثير بس شو هي الاوعيه الدمويه اللي عم نحكي عنها وكيف مؤثره على امراض القلب. هون بنشوف انه الانسان في عنده القلب اللي بيضخ الدم بيروح بكل هالاوعيه الحمراء وبيرجع بالزرقاء، وهيدي الأوعية الدموية اللي بنسميها شرايين أو أمراض الشرايين لما بتصير مرضية، وهذه مع الوقت بتتأثر بالأمور الموجودة حوالينا وبذات الوقت بالأشياء اللي بناكلها والأشياء اللي بندخنها وإلى آخره. بجسم الإنسان في فوق 160 كيلومتر من هالأوعية الدموية اللي هي أكبر عضو بجسم الإنسان. أهم قسم منها هي الأوعية الصغيرة كتير اللي هي اللي بتحكي مع الخلايا وبتخلي الإنسان يكون عايش. بس هالأوعية هيدي مع الوقت بتتضرر، بيصير في أمراض بالشرايين، ارتفاع الضغط وأمراض الشرايين سوا بيؤدوا لأمراض هاللي بتجي بالدماغ، بتجي بالقلب وبتجي بالكلاوي. مشان هيك هيدي الدراسة اللي عملنا فيها أخذنا البول من العالم اللي فاتوا ليعملوا فحص للقلب،
ولقينا انه في بالبول مكونات اللي جاي من الغازات اللي بالجو، وقدرنا نحدد انه اللي عنده هالمكونات هاي بالبول عنده زياده بانسياد الشرايين، لانه زيتهم هؤلاء المرضى عملنا لهم نحن تمييل للشرايين. هالغازات السامه اللي بتطلع من مولدات الكهرباء موجوده بكثره بالبول تبع الناس اللي عندهم امراض شرايين، ولقينا انه هيدي موجوده بالناس اللي بيدخنوا او ما بيدخنوا. يعني بلبنان التنفس هو بحد ذاته عامل خطر لامراض الشرايين. شو تعليق على كلام دكتور بدر؟ دكتور بدر زميل وشريك ومبدع بمجاله بدراسات عن الشرايين، ومن الاول هو قال لي انا كثير زعجني قصه الدخان والتلوث بمدينه بيروت، خلينا نعمل دراسه سوا. وحكي عنا هيدي الدراسه، واللي برهنت هيدي الدراسه انه ان كنت بتدخن او ما بتدخن كانه عم بتدخن ببيروت، قد ما في تلوث من الموتورات الديزل ومن السيارات. خليني احكي شوي عن السيارات لانه ذكرت قصه السيارات اللي بتمشي على الكهرباء. نحن مشكلتنا بلبنان مش بس انه عندنا كثير سيارات، في بلدان غيرنا عندها سيارات اكثر منا، بس ما في رقابه وما في برنامج انه نشيل السيارات القديمه من الطريق ونستبدلها بسيارات محركاتها جديده، لان كل ما كان المحرك جديد كل ما عمل انبعاثات أقل. يعني لنوصل لقصة استبدال المحركات اللي بتمشي على الفيول بمحركات تمشي على الكهرباء عنا طريق طويلة. أول شيء بدنا ننظف السيارات من السيارات القديمة اللي بتعمل غبار كتير عالي، وبنفس الوقت بدنا نحط قيود وبدنا نحط قوانين للسيارات الجديدة إنه ينعمل لها سموك تشيك، ينعمل لها فحص كل سنة، ونتأكد إنه الكاتاليزور اللي موجود مش عم بيشيلوه ليبيعوه أو لأنه عم بخنق السيارة ويكبوه. في كتير إشياء مفروض نعملها والدولة فيها تعملها هلأ قبل ما يصير عنا كهرباء لحتى نوصل لانبعاثات مقبولة من السيارات، وبنفس الوقت أكيد لازم يكون في استراتيجية لنوصل بوقت من الأوقات بلا حتى يكون عندنا سيارات او على الكهرباء او هايبريد. لانه كمان في دراسه انعملت بالايو برهنت لانه عندنا كثير طلعت ونزلت، نحن بلبنان افضل يكون عندنا سيارات هايبريد. شو يعني؟ يعني بتمشي على الاثنين، على الكهرباء وعلى الغاز، والغاز بيقدر هو يعبي البطاريه وقت تكون السياره ماشيه على الغاز. عام 2019 اطلقت مع ناشطين الاكاديميه البيئيه لتحفيز القرى والبلدات للاهتمام بالبيئه. شو عملت هالاكاديميه بعد سنتين؟ رح يخبرنا عنها السيد سامي كايد. في كثير اسباب خلتنا نخلق الاكاديميه البيئيه، بس بدي شدد على وحده منهم، ما في حدا رح يخلصنا من كل هالازمات اللي عم نعيشها، لازم نحن نبلش بالمشاكل والمناطق اللي بنعرفها ونشتغل بشكل علمي. من هالتفاعل فينا نعمل كثير. بالأكاديمية البيئية عم ندعم أهل 12 منطقة وضايعة من الشمال للجنوب يلاقوا حلول للمشاكل المحلية مثل ما هن شايفينها. عادة بلبنان وكتير بلاد مثلنا مش بس بلبنان، المؤسسات الانجيوز الدولة أو الممولين المشروع بيحطوا أهدافهم الخاصة أول شيء. نحن بالأكاديمية البيئية نترك الناس العايشين المشاكل يحددوا الأهداف اللي بدنا نشتغل عليها. نحن كخبرة دورنا ندعمهم مش نفرض عليهم. فهل عم نعمله بالأكاديمية البيئية مع ساينتست من الأيو بي وخمسين خبير وخبيرة أكتريتهم لبنانية من وين ما كان بالعالم، عم نعمل شيء اسمه co-creation، يعني عم نشتغل سوا لنوصل على أنسب حل للمشكلة بكل منطقة. المشاكل اللي عم نشتغل عليها مش بس تأثيرها على البيئة، كمان عم يأثروا على حياة السكان بشكل يومي. هوا مسمم من المطارات، ناس عم توصل لتحارب بعضها كرمال يجيبوا شوية خشب ليتدفوا، الزبالة شوي شوي عم تعبي بكل الشوارع تبع البلد، العيال اللي ما عندهم مي، والحرايق اللي عم ياخدوا شجر السنوبر المعيشتها للناس.
بالأكاديمية البيئية نحن وعم نشتغل على هول المشاكل، عم نتأكد إنه كل هول الحلول اللي عم ننفذها مع الفرق المحلية عم يردوا الأمل والثقة اللي خسرناها بلبنان من بعد سنين من سوء إدارة المشاريع. إذا حابين تدعمونا فيكن تفوتوا على كل صفحات الـ Environment Academy على السوشيال ميديا وتتواصلوا معنا. أدي حققت الأكاديمية البيئية تغييرات؟ يعني تغييرات بيئية للأفضل؟ هلأ هي بدي أشكر سامي، سامي خلق يعني أنا وياه خلقنا هي فكرة الأكاديمية البيئية وطورناها، وهي عمرها كتير قصير مثل ما قلنا. أول مرة اشتغلنا مع 10 ضياء وعشر مشاريع، والسنة عنا 12 مشروع. الحلو فيهم إنه نحنا منتجاوب للي بيقولوه الضيعة، مش نحنا منقلة للضيعة شو تعمل. واللي عم نشوفه إنه في كتير مشاريع ملحة، في ضياء ما عندها مي، ما عندها مي. بلشتوا تلمسوا فرق؟ نحنا الفرق اللي لمسناه أهم شيء وأكتر شيء بالاندفاع اللي لقيناه من اللجان المحلية. وهاللجان المحلية دايماً نعملها توأمة مع خبراء مثل ما قال سامي من العالم كله، لبنانيين عم بيقدموا خبراتهم ومجالات عملهم لحتى يساعدوا هاللجان المحلية. يعني منا هينة خبير عالمي معروف بإنجلترا وبأمريكا مستعد يعمل اجتماع كل جمعة ساعة أو ساعتين مع اللجان المحلية لحتى نخلق منهجية علمية لحل المشاكل. نحن كتير عنا تجاوب على الأرض. بعدين بدي شوي أحكي قدي حلو لبنان، كل ما تطلع ضيعة كل ما هالقلوب بتنفتح، وكل ما بيستقبلونا بكل حفاوة وبيعملوا اللي ما بينعمل بتنزل من الضيعة ما إلك قلب تفل. هيدي طبيعة اللبناني يعني المضياف. أنا بالأكاديمية البيئية ربحت أهل، ربحت ضيعة جديدة بعتبرها إنها ضياعي صارت وما فيني أطلع منهم. هل عندكم خطة لحل أزمة النفايات بلبنان يعني كأكاديمية؟ كتير هينة، صار عنا منهجية كتير واضحة لحيالة ضيعة بتحب إنه تعمل إدارة نفايات لا ضيعتها، نحنا مستعدين نشتغل معهم. وبنفس الوقت نحنا طورنا بروجرام التربوي، صار عنا تقريباً شي 6 مدارس ماضيين معنا مثل عقد اجتماعي، يعني ما بيلزمهم بشيء انه يطبقوا هيدا المنهج التربوي عندهم بالمدرسه كمان. فاذا دعوه منك لكل الضياع وين ما كانوا بلبنان، يعني انتم الاكاديميه والله عندكم هيدا السؤال كنت بدي اقوله، هل في مناطق معينه بتهتموا فيها اكثر من غير مناطق لحاجتها؟ قصدي يمكن أبداً تحتاج اكثر. ابدا، في نحن الطريقه اللي بننقي فيها الضياع هي مبنيه على الالحاح، يعني قد ايه المشروع ملح للضيعه، مش انه اي ضيعه، بس المشروع قد ايه ملح وقد ايه استعداد اللجان المحليه انه يشتغلوا. بس هلا اللي بدي اقوله، انا عندي 12 مشروع وانا اخذت على عاتقي انه امن لهم تمويلهم، وبدي اكد انه هيدا الشغل اللي عم بعمله انا لإلي، ما طلع لي شيء، انا خادمه عند هود الضياع ليتامنوا المشاريع ولحتى يتنفذوا. بدي كل انسان عم يسمعني انه يساعدنا لحتى ننفذ هود المشاريع. في ناس ما عندها مي، في ناس احترقت احراجها والسنوبر اللي موجود فيها بيعتاشوا منه، كلهم مشاريع ملحه بتامن ابسط حقوق الانسان، وهيدا اللي بدي اياه. والدعم بدي اياه لبناني، بدي اياه من اللبنانيه لنا. صحيح ما طلع لك شيء يمكن ماديا، بس اكيد طلع لك المحبه والتقدير والاحترام طلع لي من كل أهل. هالضيع اللي عم تشتغلي معهم. انا طلع لي اهل بكل ضيعه. رح اطلع من جو البيئه اللي هي المي والهواء والارض وروح على البيئه العائليه. قد ايه بتعتبري اليوم الدعم العائلي لإلك بشكل حافز كبير للتقدم بمسيرتك المهنيه؟ انا عائلتي كثير صغيره، عائلتي انا وجوزي، بعدين في عائله كثير كبيره حوالي من اخواتي ومن خياتي ومن كمان قرايبيني، كلهم عطيوني دعمهم وكلهم عطيوني محبتهم، وانا اكيد اكيد بدونهم ما بقدر اعمل شيء. لنشوف من عنا من عائلتك الكبيره، بدنا نطلع على الشاشه. انا ربيت مع نجات ونجات اختي الكبيره، تربينا بالبيت على اساس حب العمل. بيي كان
يروح على الشغل، بس كان كمان مغروم بشغله. كان يخبرنا، هو بيشتغل بالأرض، وكان يخبرنا كل يوم كيف الموزات وكيف الليمونات، وياخدنا معه لنشق عليهم. تاني شيء، بي وأمي ربونا على النظام. كمان في شيء بالبيت كان موجود، اللي هو حب العلم، بمعنى أنه الانفتاح على الأفكار اللي عم تجينا من العلم، وما نتشبث بالأفكار القديمة. إذا في شيء جديد بيقنعنا نحن منفتحين لإله. كمان في احترام المرأة، كان في نقاشات بالبيت تصير، ونحن مثل إخواتنا الصبيان كان رأينا مسموع، وكان في حب إنه نتقدم، يشجعونا ويقولولنا وصلوا مطرح ما فيكم توصلوا، وبالعكس منكون كتير مفتخرين منكم. نجاة، نحن فخورين منك لأنه دليتي تتعلمي رغم كل الصعوبات. كمان ما كان في شيء عم بيهزك بهالصعوبات. أكيد ظروفنا كانت صعبة. نجاة، good luck، ونحن معك. بحترم أنا أوين ببكي. تعثرك كان واضح. أنا أوين ببكي، يعني ما بدي كتير. أختك كانت معنا بهيدي المداخلة. جورجينا نعيمة أو عون نعيمة هي طبيبة كتير ناجحة، مستلمة مستشفى بكيب كود ببوسطن ماساتشوستس. كلهم أخواتي هيك مثل ما قالت. نحن تربينا إنه العلم هو انفتاح، العلم هو معرفة، وما في شيء لازم يوقف قدامنا. انت صرتي هلا فعلا مثل ما قالت قبل ملهمه لناس كتار، واسمك ادرج من قبل البي بي سي على لائحه النساء المؤثرات بالعالم. هيدا بيعني انه ابحاثك لفتت انظار العالم كله. قد بيعني لك يكون انه اسمك مدرج على لائحه النساء الاكثر تاثيرا بالعالم؟ هي اقرار بالجهود تبع الانسان، ودائما هاي الجوائز اللي واحد بياخدها تمرق كثانية، مشان هيك مش هي الأهم. الأهم شغلك، والأهم مثل ما قالت جورجينا إنه تكون مغروم بشغلك وتحبه، وبعدين هديك الاعتراف فيها بيجي تنوي 100%. فإذا الأبحاث البيئية اللي عملتيها من شأنها تطول عمر الإنسان. وجودك بحياة إنسان طول له عمره، خلينا نشوف من هو. مساء الخير. وأنا بحب أخبر إنه حياتي طولت 17 سنة من بعد عمر 43، وكله الفضل لنجاة، لأنه بي وعمي ماتوا بعمر 43، وأنا حطيت أول ستانس كمان كان عمر 43. من هيك أنا خبرت عن نجاة، قلت شو عملت نجاة، لأنه رح قلكم مني نجاة. أول شيء، نجاة بحد ذاتها هي إنسانة محبة وسموحة ومليئة بالعطاء، يلي إلها مش لإلها. بالرغم إنه هن تهجروا 3 مرات بالحرب، وقفت حد أهلها بعمر صغير، وصارت تتعلم بمدرسة، ومن وقتها عشقت العلم. تاني شغلة عن نجاة، هي شخص طموحة. من وقت ما تزوجنا ولحتى كمان قبل ما تزوجنا كان أمنيتها إنه تعمل PhD. ولما شفت أنا هالحلم القوي فيها ما وقفته، بالعكس ساعدته، لأنه أي نور إنه عرفت رح تقدر تعمل PhD وتعمل أكثر من PhD. ثالث شيء، عندها عزم على العمار، بتحب تعمر، لأنه ما بتحب تشوف شيء مخرب أو شيء مش خالص. يعني لما تبلش بالشيء بدها تخلصه على الآخر. وآخر شيء عنا هي إنسان مثل ما قلت سموحة، لأنه بمسيرتنا الزوجية على طول حياتها ناس حربوها وزعجوها، بس هي سامحت الكل. وأنا لما أشوف كل ما أشوفهم يزعجوها كرمالي حط قوة أكتر تقدر ساعدها للآخر. وآخر شيء بحب أقول إنه إنسانة مثل نجاة حرام ما حدا يشبك إيده بإيديها تتعمره لنعمر لبنان، لأنه حرام يروح منا لبنان. نجاة، you are the best. Thank you.
مداخلة من زوجك الأستاذ عصام صليبة، شو بتردي وبتقولي لرفيق العمر؟ ما بدي أجزم، بس أنا بقول إنه كل اللي عملته كان عصام مش بس شريك فيه، كان هو اللي دعمه واللي خليه يوصل. أنا من بعد ما رحت على أمريكا وتجوزنا، مثل ما قال إنه شاف فيي إنه حابة أرجع أتعلم، لأنه الحياة هون كانت كتير قاسية وما قدرت كمل علمي. هو اللي راح سجلني بالجامعة، وهو اللي قال لي أنا بشتغل وبديك تروحي على الجامعة. ما في رجال لبناني بيعمل هيك لمرته. عصام كمل شغله، وكان كل ما أخلص ديجري يقول لي وين بدك تروحي؟ عملت الماجستير، قلت له بدي أعمل بي اتش دي، قال لي أنا قدامك. وهو كله عم يشتغل. عملت لي بي اتش دي، طلع فيي وقال لي اوعى تفكري انه هيدا البلد المفروض تشتغلي فيه، كنا بامريكا، خلي العالم كله يكون بلدك ونقي مطرح اللي بدك تشتغلي وانا بدعمك. ما في رجال بالعالم بيعمل هيك مثل ما عمل عصام لمرته. شي بيكبر القلب على كل اللي نحن رح نوجه له تحيه لاستاذ عصام صليب على كل الدعم اللي قدمه لدكتور نجات. رح ننتقل هلأ لفقرة 5 على 5 من بعد هالبريك. وهلأ 5 على 5 رح أسألك بهالفقرة 5 أسئلة، بدي إجابات سريعة على كل سؤال بكلمة أو بجملة. سمي شيء بتعتبريه ملوث للعقول. الكذب. مين الشخص يلي بالنسبة إليك بتعتبريه الهوى اللي بتتنفسي؟ عصام صليبة. واضح. لو خيروكي بين الحصول على جائزة نوبل بالكيمياء والحصول على مقعد نيابي، شو بتختاري وليش؟ بختار المقعد النيابي، لأنه وجودي بالمقعد النيابي بدي شجع كل بنت إنه تاخد العلوم بجدية وساعد بنت من بلدي توصل على النوبل. بدها زقفة. لو رجع الزمن فيكي لورا، شو التلوث اللي ممكن تمحيه من حياتك؟ الحرب الأهلية. أنا لما كنت عمري 13 سنة وشفت الناس عم تهرب بولع وهيك بحزن، قلت أنا إن شاء الله ما شوفه مرة تانية هيدا المنظر. شفته 3 مرات من وراها، كتير بشع هيدا المنظر، وإن شاء الله أولادنا وصبايانا وشبابنا ما يشوفوا شيء مثل هيدا، يشوفوا الأشياء الحلوة، الأشياء البناءة. خلنا كلنا نعمر سوا، ما بدنا نشوف حرب، ما بدنا نشوف دمار، بدنا نبني. سمي منطقة بلبنان تقصديها لتشمي هوا نظيف. كل جبال لبنان هواها نظيف وأحلى وأحلى جبال بالعالم. سنة عم نشتغل بالأكاديمية البيئية مع عكار العتيقة، قطعة من السماء، قطعة من السماء بأشجار الشوح وأشجار اللزاب. كل الضياع طلعنا على الضنية على حرف بيت حسنة، على بقرقاشة على تم وادي النوبين، على صغبين بأعلى جبال البقاع، على رماش بآخر الجنوب، على البويضة حد مرج عيون. كل جبال لبنان بتعقد. مش من قليل غنى وديع الصافي لبنان يا قطعة سما، لأنه لبنان كله حلو بكل مناطقه. حقيقة. من بعد هالأسئلة رح نشوف قضية دكتور نجاة عون صليبة. دكتور نجاة عون صليبة، حضورك كان كتير مميز معنا الليلة. نحن بنتمنى لك كل التوفيق بالاشياء اللي بدك تعمليها. رح نهديكي من برنامج ذا ريسيرشر قلم مكتوب عليه اسمك، بهيدا القلم رح تدوني عنوان القضية اللي بتقدري تدعميها من خلال ابحاثك بكتاب ذا ريسيرشر. تفضلي. دكتور عماد ابو حماد، انت كمان قدوة، وانت عم تعمل عمل جبار هون، لانه عم تنقل اللغة اللي بنحكي فيها بالجامعة لكل العالم. شهادة بعتز فيها هيدي من امرأة مؤثرة مثلك. شكرا كثير. انا يمكن
صار لي مجال إنه أوصل وشغلي يتعرفوا عليه العالم ويكرموني بجائزة عالمية. أنا بعتقد إنه في بنات كتير بلبنان شاطرين وإذكياء قدي وأكتر، يمكن الفرص ما سنحت لهم أو يبينوا أو يبينوا بالمستقبل. أنا من هون بدي أعلن إنه رح كرس حياتي لحتى خلي كل بنت حابة تتعلم وخصوصاً بالعلوم إنه ساعدها وإدعمها قد ما فيني لحتى يوماً ما من هون من لبنان يطلع من عنا نوبل برايز وينر. نحنا مستقبلنا شبابنا وشاباتنا. أنا لأني امرأة ولأني واجهت صعوبات كتيرة ما بدي إنه المرأة بلبنان ما توصل للحلم اللي بدها إياه. إذا هاي الشابات حابة توصل أنا موجودة حدهم بكل قدراتي لأقدر ساعدهم. مش ناقصنا شي، ولا ناقصنا علم، ولا ناقصنا فكر، ولا ناقصنا ذكاء، ناقصنا المثابرة والدعم، وأنا حدكم. الحفاظ على بيئة خالية من التلوث لازم يكون أولوية كل مواطن ومواطنة. ملتقانا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من The Researcher. تصبحوا على ألف خير.